أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من ساعة من دمشق. 19 عاما على تأسيس دار الأسد للثقافة والفنون، معرض أرض في جاليري زوايا، ولقاء من هولندا مع ريم هارون ومبادرته التي تحولت للتعريف عن سوريا. فاصل قصير ونبدأ حلقتنا. بعض الأحداث ممكن تنقل حياتنا لمكان تاني، ورغم قساوة الحدث بيفتح قدامنا أفكار ومبادرات لنقدر نساعد بعضنا مهما كنا بعاد بالمسافة. بحوارنا نتعرف على سيدة سورية عايشة بهولندا اشتغلت على مبادرة لدعم السوريين لتلاقي رد فعل من المجتمع الهولندي بطريقة مميزة. عن شغلة ومبادرتها وكيف اتطورت بلقائنا مع السيدة ريم هارون. أهلا وسهلا فيك مدام ريم. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسام، كيفك؟ الحمد لله وشكرا لحضرتك لهذا اللقاء اللي بدنا نحكي فيه عن المبادرة اللي حضرتك عم تشتغلي عليها بهولندا. بالبداية بنحب نتعرف عنك، عن دراستك وعملك، وقد صار لك موجودة بهولندا. شكرا لاستضافتك أستاذ وسام. شكرا. اسمي ريم نزار هارون، أنا أم للين وسيلينا ونزار. دارسة بزنس بدبي وموجودة صار لي بهولندا تقريبا سنة ونص. حاليا أنا أعمل كمتطوعة مع اللاجئين كمترجمة فورية ومستشارة اجتماعية ضمن بلدية منطقتي. نعم مدام ريم، من بعد ما حدث الزلزال بشهر شباط أنت انطلقتي بمبادرة، احكي لنا عنها أكثر. شو اللي دفعك لتبلشي فيها وكيف انطلقت معك الفكرة؟ صراحة المبادرة انطلقت من ألم وجع لما شفت حجم الكارثة اللي حلت على بلدي وأهل بلدي. نعم. يومين كاملين من التتبع لكل الفيديوهات على السوشيال ميديا، كمية الضحايا، انهيار المنازل، الأشخاص تحت الأنقاض. هالشي خلاني أنا كسورية خارج حدود الوطن أني أنا لازم أعمل شيء وين ما كنت في بقاع الأرض، ما لازم ضل قاعدة عم بتفرج. ومن هون انطلقت مبادرتي. تواصلت مع صديقة هولندية لإلي، كانت صراحة بمثابة أم إلي ولعائلتي. خبرتها أني الوضع بسوريا جدا صعب، أنا لازم أعمل شيء. فبالتالي أطلقت مبادرتي، أسميتها كلنا معكم، وبلشنا بجمع التبرعات من المجتمع الهولندي الجميل. خلال أسبوع قدرنا نحقق المبتغى تبعنا، وبلشت تشكل فريق بسوريا. هو أساساً كان موجود بالميدان ضمن مراكز الإيواء. بلشنا نخطط سوا وننسق سوا ونبلش نساعد الأشخاص المتضررين من الزلزال. شو هو محتوى المبادرة؟ شو هي الآليات اللي أنتوا اشتغلتوا عليها؟ الشغل اللي أنتوا عملتوه؟ تماماً، محتوى المبادرة كان لما توجهت رسالتي للمجتمع الهولندي كانت هي أنه نحن نقدر نأمن بيوت للأشخاص اللي ضررت منازلها بالكامل. حليب أطفال وحفائض أطفال، نأمن مواد غذائية للأشخاص المتضررة. كمان قدرنا أسعدنا 400 طفل بمراكز إيواء ضمن أنشطة ووجبات خفيفة. قدرنا كمان نأمن منازل طبعاً لعيال، عدة عيال. وقدرنا كمان نرمم منازل، الحمد لله ساعدنا بترميم عدة منازل. سجلنا شاب بمركز إيواء بحلب تدمر منزله بالكامل، سجلناه بالجامعة. كان يعني غطينا الحمد لله جزء منيح بضمن مبادرتي بهذه الكارثة للأسف. نعم، لما تفضلتي حكيتي أنه أنت كان تواصلك أول شيء مع سيدة هولندية، كيف كان تجاوب المجتمع الهولندي مع هذا الموضوع؟ خصوصا يعني حضرتك بتعرفي وكلياتنا بنعرف ان اوقات الاعلام بيلعب دور، بيضوي على ناحيه معينه اكثر من ناحيه. قد ايه كان دور انه انت تعرفي شو اللي صار بسوريا، قد ايه الالم موجود بسوريا، انه حتى يكون في تجاوب من الناس المحيطين فيك على الاقل بضمن المجتمع. تمام. هلا بالنسبة للكارثة اللي حلت علينا، الإعلام كله غطاها، يعني الشعب الهولندي عارف شو صاير بتركيا وبسوريا. طبعا أنا هيدا الموضوع، الشعب الهولندي بداية هو شعب جميل جدا، معطاء وإنساني لأبعد حد. والحمد لله قدرت أني أحول علاقاتي الرسمية لعلاقات اجتماعية ودودة، هالشي ساعد مبادرتي جدا بالنجاح صراحة.
لما خبرتهم عن الوضع اللي صاير بسوريا تشجعوا جدا انه هن يساعدوا. ولما وثقت الفيديو تبعي مبادرتي الاولى ضمن فيديو وارسلته للمتبرعين السابقين، هالشي زاد عندهم رغبة باستمرارية المساعدة. نعم وبلشنا نخطط لتطور هذه المبادرة ضمن المجتمع الهولندي. والحمد لله، والتعريف عن نفسي أكثر وأهمية دورنا كأشخاص فعالين بهذا المجتمع. نعم بعد ما خططنا قررنا نعمل مثل غداء سوري خيري، بيتم فيه بيع التيكتات وحضور هذا الغداء والتعرف على المطبخ السوري الجميل وفتح باب التبرع لمن يريد وريع هذا الغداء بالكامل هو لمتضرري الزلزال في سوريا. نعم، ليه اخترتي المطبخ السوري؟ لأني عندي شغف صراحة أنا بالطبخ، بحب كتير هذا المجال، يعني بحب كتير، استغليت شغفي بقوة وإصرار لأقدر ساعد أهل بلدي. هيدي استطاعتي صراحة، فاستغليت هيدا الموضوع وقدرت الحمد لله أني أقدم شيء جدا جميل، ترك انطباع رائع إن كان على مستوى لذة الطعام أو على إن كان مستوى المبادرة بحد ذاتها، إنه شخص صار له بس سنة ونص قدر يعمل كل هذا الشيء، قدر صحيح يجمع كل هالأشخاص ضمن مبنى واحد لمساعدة بلده، فكان إنجاز صراحة جميل بالنسبة لي. يعني أنا ما فكرت للحظة بالتعب، لأني أنا شخص واحد عم بشتغل لغطي بوفيه كامل لبين 60 ل 70 شخص بين مالح وحلويات وكلياتها طبعا أكل سوري، فكان أنا عندي رغبة إني أعرفهم على مطبخنا بداية وعرفهم على مبادرتي اكثر. وطبعا عرضت كبرزنتيشن كل المبادره الاولى اللي غطيناها، عرضناها كلياتها على الشاشه وشافوا بالكامل انا شو قدرت اقدم بمبادرتي. كان في رد فعل من أشخاص معينة هيك ضل ببالك، يمكن عبروا لك أو كان عندهم مثل هيك مبادرة حتى هن إنه يساعدوا أكثر أو يحبوا يتعرفوا أكثر عن سوريا أو عن الشيء اللي صار؟ في شيء هيك ضل ببالك؟ أنا هلا اللي ضل ببالي كنت عم سوق لمبادرتي، طبعا بوسترات ومناشير وعم نسوق لها بالشارع الهولندي، فشخص طلعت فيني قالت لي واو انت الشيء اللي عم تعمليه جدا رائع، انا كثير بشجعك، هي هولندية الاصل، انا جدا بشجعك وجدا بدعمك واكيد اهل بلدك فخورين فيكي. فهالشي ترك انطباع عندهم طبعا عندي كثير كبير، وحتى الكل اللي حضر مبادرتي الكل كان جدا سعيد وشكر بالشيء اللي انا عم بعمله. صراحة انا يعني ما حسيت حالي اني عم بعمل شيء قدام الوجع اللي عم شوفه، قدام كمية الرسائل والاتصالات اللي اجتني للناس اللي بحاجة لمساعدة. يعني كنت شوف انا كل شيء عم بعمله ولا شيء، بس اني اقدر انا امن فعلا واقدر ساعد هدول الاشخاص اللي فعلا بحاجة لمساعدة. نعم مدام ريم، شو تغير بالنسبة لإلك؟ يعني نحن بنعرف هيك أحداث ممكن تغير بشخصية الإنسان، ممكن تغير بطريقة تفكيره، وخصوصا إنه أنت قلتي إنه ما إلك غير سنة ونص بهولندا، يعني حتى كمدة هي مدة قصيرة تعتبر. شو اللي تغير على صعيدك الشخصي؟ على صعيد الشخصي بالنسبة لريم تغير اني زادت المسؤولية بالنسبة لي، حسيت اني طبعا المسؤولية زادت، وحسيت اني اي حالة ممكن صادفها او اسمع عنها انا لازم اكون جزء من حلها باي طريقة من الطرق. يعني اذا ما قدرت انا اكون جزء من حلها لازم اوصلها، اكون شبكة وصل نعم لاشخاص ممكن قادرين يساهموا بحل هيدي الحالة. نعم قد ايه اللي عم تحكيه هو مهم، لانه نحن دائما بنفكر انه لما بدنا نساعد ناس فبنفكر بمشاريع كبيره، بالوقت اللي نحن قدرانين بخطوات كتير صغيره نكون عم نساعد لو شخص او شخصين. صح، انا اليوم كثير سعيده لك استاذ وسام، انا يمكن كل عمري عندي كان دعاء واحد لله تعالى، يا رب يرزقني لاقدر ساعد الناس. انا سعادتي صراحه بمساعده الناس، وسبحان الله يمكن الله استجاب دعوتي بطريقه او باخرى، وانا كثير بسعد من جوا لما بساعد اي شخص هو بحاجه لمساعده. نعم لنحكي نرجع شوي على المبادرة، لأنه اللي بيتابع كمان صفحتك بيعرف أنه أنت كمان هلأ عم تشتغل عليها بشكل أكبر، وحتى الإعلام الهولندي
هو تابع هاي المبادرة وضوى عليها. نحن لوين رايحين بنشاطك بمشروعك، وقد ايه المبادرات هي عم بتساهم بتعريف الناس عن سوريا اللي انت دخلتي من باب المأكولات التراثية، او خلينا نقول المطبخ السوري بشكل أدق؟ هالشي طبعا كتير ساعدني بالتعريف عن المجتمع السوري، وأنا كسورية كريم هارون أنا بحاول بكل الطرق إني أعكس صورة بلدي بأجمل صورة وين ما كنت وأينما حللت. نعم. فالانطباع كان جدا جميل لدرجة إنه في كان شخص حاضر معنا بمبادرتي الأولى عيد ميلاده، بعد يومين طلب مني اني انا اعمل له بوفيه كامل لعيد ميلاده من محب الاكل تبعي. قال لي هيدي ضمن مبادرتك، انا بدي اكون مشجع لإلك، فانا بتمنى انك تلبي لي هيدا البوفيه لاني حبيت اكلك كثير وحابب بنفس الوقت ساعد الشعب السوري اكثر واكثر. فانا اكيد عم خدم بهيدا الموضوع، وعندي ان شاء الله المبادره الاخيره رح تكون ب 21 الشهر هيدا ضمن منطقتي، رح تكون مبادرة كبيرة ومهمة ورح تحضرها الصحافة الهولندية، وإن شاء الله يا ربي دائما نكون عند حسن الظن وأقدر مثل بلدي بأجمل صورة بأي نشاط كان وين ما كنا. نعم، بالنهاية مدام ريم أنا بتشكرك على اللقاء، بتشكر على التجربة والخبرة اللي أنت شاركتينا فيها، وموفقة دائما بالخطوات اللي أنت عم تشتغليها ضمن المجتمع بهولندا، وإن شاء الله دائما بتلاقي رد هالفعل الحلو والإيجابي إذا كان بالهولنديين أو حتى من السوريين اللي أنت عم تتواصلي معهم. أكيد أكيد، حتى الإعلام السوري ما قصر، أنا بشكره جدا، بشكر حضرتك، صفحات جدا كذا صفحة دعمت صحيح. مبادرتي، هذا الشيء أنا مهم كتير بالنسبة لإلي، مو على الصعيد الشخصي، على الصعيد إنه نحن لازم نضوي إنه نحن وين ما كنا قدرانين نعمل شيء ولو بسيط، قدرانين نحن دائما نمثل بلدنا بأجمل صورة، وهذا الموضوع بالنسبة لإلي صراحة كتير مهم. أنا اليوم أستاذ وسام حاملة أحلام أطفال كتير، حاملة ممكن فرحة أمهات، يا ربي أقدر أكون قد هيدا الحمل وأقدر أسعد قد ما فيني أطفال تعرضت لظروف صعبة وقاسية، من كان من حرب صحيح. أو كان من زلزال. بتمنى بإذن الله نرجع سوريا ترجع توقف على إجريها من جديد وتنفض غبار 13 سنة من الألم والوجع ونرجع أحسن من قبل بإذن الله. إن شاء الله مدام ريم، شكرا كثير لك. شكرا أستاذ وسام. شكرا.